هنكمل يا جماعة تاني. احنا كنا قلنا الانديكيشن الجديدة الموديفايد انها من ضمنها انك انت ما تعملش الاتش بايلوري في العيانين اللي هم عندهم جاسترو اسوفيشال ريفلكس ديزيز. ليه؟ عشان هم الاثنين ار نيجاتيفلي اسوشيتد. دي نقطة من النقط المهمة. التاني حاجة من الحاجات المهمة ان وجود الاراديكيشن بتاع الاتش بايلوري في العيانين عندهم جيرد ممكن يرجع الفانكشن بتاعت الجاستريك سيلز احسن من الاول، فتزود في البارايتال سيلز في الاتش سي ال، فتلاقي الريفلكس are increasing والسيمتومز are worsening. تمام. فعشان كده هو الجايد لاينز بتقول لك لو سمحت لو العيان جاي بجلد عالج المشكله اللي هو جاي بيها، ما تدورش على مشاكل تاني، ممكن ومش ممكن. بس دي حاجه. الحاجه زوز are tested and found to be infected and treated should be offered. طيب يعني انا جاي لي النهارده عيان، اول ما دخل راح عمل ازاي؟ راح رمالي كده ايه التحليل بتاع الاتش بايلوري على المكتب. انا عندي اتش بايلوري. طيب تمام، انت بتشتكي من ايه؟ كوليكي ابدومينال بين وتحت السره وعلى الجوانب ومش عارف ايه. طب اطلع على جهاز الاشعه. بصيت عليك كده. طيب ماشي خلاص، انت السيمبتومز بتاعتك ماشيه اكتر مع الريتابل باول سندروم. بعد ما خدت كومبليت هيستوري وعملت كومبليت اكزامينشن مش عارف ايه وكلام من ده. طيب يعني ايه الريتابل باول؟ يعني انا مش همشي، مش هقضي على الجرثومه دي الموجوده؟ هقضي عليها. يبقى انا هنا في النقطه دي هضطر ان انا ادي العلاج للعيان حتى لو كان المشكله اللي هو بيشتكي منها مش ايه، مش الاتش بايلوري. ليه؟ عشان ده مش رايي، عشان ده هي الجايد لاينز. زوز هو ار تيستد اند فاوند تو بي انفكتد، تريتمنت شود بي اوفرد. تمام، لازم تديهم التريتمنت او توفره لهم. معايا مفهومه دي؟ يعني يا دكتور احنا هنديله علاج الاريتابل باول وعلاج الاتش بايلوري ولا ايه؟ هتختصر بقى، تدي نوع واحد الريتابول باول كده عشان يهدى بطنه تهدى شويه، وهتدي التريبل سيرب بتاع الاتش بايلوري، وهتفهميه ان هو ما يعملش التحاليل على الفاضي والمليان، لان القصه الاعراض اللي بيشتكي منها دي كلها ملهاش دعوه بالاتش بايلوري. هي الاتش بايلوري موجوده في الكولون، هي بتعمل مثلا كوليكي ابدومينال بين ريكارنت كوليكي، موجوده في جاستريك كول، بتعمل ديسبيبسيا بين ريليتد للميلز. اول ما الواحد ياكل بعدين بشويه يحس في ابيجاستريك بين. لو عنده ده سنترال ابيجاستريك بين ريليتد للميل يبقى عنده اتش بايلوري. بس ببساطه يبقى ساعتها محتاج ان هو ايرادكيتد. ليه برضو؟ عشان الجايد لاينز هي اللي قالت كده مش انا. الريسك اوف اسوفجيال ادينو كارسينوما among patient with spirits is lower in those of اتش بايلوري. ايه ده؟ قاعد يقول لي، يعقد لي في الموضوع، يقول لي حدوث الادينو كارسينوما اقل، اسوفجيال ادينو كارسينوما اقل في الناس اللي هي عندها اتش بايلوري. يعني ايه يعني؟ هو بيقول لك كلام كده ايه مايع، مش راضي يوضحه، بس ده الجايد لاينز، دي الامريكان كولج اوف جايد لاينز. طيب تاني مش فاهم، هو عايز يقول لك نفس الكلام اللي كنت بقول لك عليه، ان هو بما انه الاتش سي ال ما بيطلعش كتير عشان الخلايا الجاستريك سيلز ار انفكتد باي اتش بايلوري، ف الاريتيشن بتاعه حدوث الاسوفجيال اريتيشن بتحصل في مع الجلد والحاجات دي كلها اقل في الحدوث، واقل من في حدوث الباريتس او الادينوكارسينوما او المشاكل الارض. خلاص كده فهمتوها دي؟ طيب بقى ايه، معلش، هو مش الباريتس اسوفيجاس ده اللي هو كانسر في الاسوفيجاس برضو؟ ده ادينوكارسينوما. بري كانسرس. هيقلب كمان شويه ادينوكارسينوما بري كانسرس. تمام يا دكتور. دكتور قبل ما نروح لحته تانية، طب لو شخص جايب بنفس اعراض الجرد بس برضو عنده اعراض للاتش بايلوري كده، احنا هنشتغل هنديله اي دواء فيهم او هنمانج اي حاجه فيهم؟ مين اللي بتسال السؤال ده؟ سحر. ايه الاسئله الصعبه دي؟ طب بص يا دكتور سحر، ده سؤال مهم. اصل يا دكتور مهم، اصل انا هقول لحضرتك الموضوع عندي ان انا كان جالي اعراض الجرد في الاول وفي نفس الوقت كان اعراض الاتش بايلوري، فانا اديت علاج الاتش بايلوري على طول، بس هو لسه ما حصليش برضو ان انا فقت قوي برضو. ما هو بقول لك سؤال صعب، الموضوع ده جاي، سؤال الموضوع ده جاي عندي انا بقى. لا لا لا، سؤال صعب، عشان كده بقول لك لا سؤال صعب، بس فعلا بنشوفه دي افتر دي. انا بيني وبينك بديله علاج لمده 4 اسابيع بي بي اي وبروكاينيتيك، اوقف الريفلكس شويه وهدي الاعراض معاه، وبعد كده اقول له ان شاء الله بعد ما تتحسن
هبتدي اديك تريبل سيرابي، بس مش هقدر اديك تريبل سيرابي دلوقتي لانك مش هتتحسن، هتتدهور اكتر. تمام؟ فاقول له خلي الاتش واي دي تمام. على جنب، دي مش هتعمل لنا حاجه، وانا هعمل ميكوزال هيلينج ان شاء الله بالبي بي اي، واحسن حاجه لعلمك بالمناسبه، بس احنا طبعا مش عايزين نحكي في كلام كتير عشان ما ندوشكوش. الاسموبرازول، الاسموبرازول از ذا بيست فور اوسوفيجيال او جاسترو اوسوفيجيال ريفلكس ديزيز، لانه معمول عليه ستادي ان هو بيحسن الاوسوفيجيال هيلينج اكتر من باقي المجموعه. البنتوبرازول معمول عليه ستادي اكتر ان هو يحسن الجاستريك ألسر والحاجات دي اكتر من باقي المجموعه. فساعات انا مثلا افضل ان انا لما يبقى عين جاي بجاسترو اوسوفيجيال ريفلكس ديزيز او جاي بباريتس وحاجه من الحاجات دي كلها، او عنده المشاكل بتاعه الريفلكس، استخدم معاه مثلا حاجه زي الاسموبرازول. تمام؟ لما يبقى عايز اعمل ايراديكيشن لجاستريك ألسر او حاجه، بفضل احسن استخدام الايه البانتوبرازول. خلاص. اللي حلو برضو بصراحه في الاوسولوجيال هيلينج اللي هو الديكسالانسوبرازول. تمام؟ بس مش المصري، مش النوع المعتاد اللي احنا عارفينه ده في السوق، النوع المستورد بتاعه كان نزل شويه وبعد كده اختفى. تمام؟ سيبكم من الكلام ده كله دلوقتي وخلينا نكمل. بصوا بقى، بكمالة الغم بتاعت اتش بايلوري ابتدوا كل حاجة في الدنيا دي يلزقوها فيها. قال لك ايه؟ طب ما تيجي نعزلها من الستات البريجننت اللي هم جايين بهايبر ايميسيس جرافيديرم في اول 3 شهور وقاعدين يرجعوا ليل بنهار. تمام؟ فقال لك ايه ده، نسبة حدوثهم ايه، وجود الاتش بايلوري فيهم اكتر من غيرهم من الستات اللي ما رجعوش. طيب قال لك طب ما تيجي كده نشوف الناس اللي هم عندهم اسكيميك هارت ديزيز، فليه الناس اللي هم عندهم اسكيميك هارت ديزيز اكتر في حدوث الاتش بايلوري او في وجود الاتش بايلوري من الناس اللي ما عندهاش؟ طب شافوا العيانين عندهم باركنسونيزم، لقيوا الاتش بايلوري موجوده فيهم اكتر. طب اللي هم بيجي لهم انكيفالوباسيباتيك اتش بايلوري اكتر. طب الايديوباسيك كرونيك يورتيكاريا، طيب اتش بايلوري اكتر. طب الناس اللي هي مش عارف عندها اوبيستي ومش راضيه تخس ومش عارفه تخس، اتش بايلوري اكتر. طب مش عارف يعملوا ايه، الحكايه يا جماعه ايه الحكايه، كل الاستاذ في الدنيا دي ابتدت تتكلم عن شو. يقول لك طب الناس اللي هي عندها دايبيتس تايب 1 واللي هيموجلوبين السكر الجلايكوزيليتد هيموجلوبين بتاعها مش راضي يتظبط، نعمل لها ايراديكيشن اتش بايلوري. قعدوا بقى ايه، كل واحد ينام ويصحى يحلم بحاجة ويقولها. بس كلها دي يا جماعة ايه؟ بيبرز. It is not a guidelines. It is just a papers. بيبرز يعني أوراق بحثية، أنا أجتهد وأعمل بحث وكلام من ده. وممكن أنا أما أبص في البحث بتاعك وأقول لك معلش أنا آسف مش قابله. ليه؟ أقول لك أنا عندي حاجات كتيرة في الميثودولوجي، ممكن يعني حاجات كتيرة أنا ممكن أعترض عليها. فتقول لي ايه يعني تعترض على ايه؟ اقول لك مثلا طب ما انا بقول لك من البدايه البريفلنس بتاع الاتش بايلوري عالي يعني. تمام؟ فتقول لي مثلا اسكيميك ومش اسكيميك ولا حاجات زي كده، ما كده كده البريفلنس بتاعها عالي. فقصدي يعني ايه، في كلام كتير. طيب ابتدينا نقول بقى كده خلاص احنا حكينا كتير، عايزين قواعد معينه نقدر نعملها لنفسنا عشان نعالج الاتش بايلوري. طبعا كلنا نظرنا زي هذا الرجل المبص، حطينا عظمنا الاتش بايلوري عن الدرجة اللي هي المفروض ايه تاخدها. هنشخصها ازاي الاول؟ يقول لك احنا ببساطة عندنا حاجة اسمها انفيزيف وحاجات نون انفيزيف تيست، والبي بي اي لازم يتوقف 2 ويكس بيفور التستنج فور اتش بايلوري. تمام؟ ولو كان بياخد اي انتيبيوتكس او بيسماس كومباوندز او اي حاجة من الحاجات دي should be discontinued at least 4 weeks before ايه التست. تمام؟ الانفيزيف ان احنا ممكن نعمل واتس كولد رابيد يوريس تيست كلتشر، نعمل هيستوباثولوجي او بي سي ار للاتش بايلوري. نون انفيزيف نعمل السيرولوجي، نعمل اتش بايلوري انتيجين في الستول، نعمل يوريا بيس تيست. طيب السيرولوجي ده هنقول عليه كلام معين، الانتي بودي بتاعته هتبقى بوزيتيف حتى لو العيان ايراديكيتد الاتش بايلوري، يعني لو هو جاله اتش بايلوري مره ممكن انتي بودي تقعد فترات طويله جدا. فاذا احنا السيرولوجي ده بنقلل شويه من اهميته. يمكن ممكن نعمل يوريا بيس تيست، وده بيتعمل في بعض المعامل زي البرج والعصافره والمختبر والحاجات دي كلها، او الاسهل معانا اللي كلنا بنعمله اتش بايلوري انتيجين في مين، في الستول، هو الادق والاحسن. في بعض الاحوال احنا كبتوع المناظير
نخش كده نعمل منظار للعيان، وبعد كده نروح ساحبين عينه من الجاستريك وول. تمام. الرابيد يوريس تيست ابتدوا يعملوا حاجه اسمها رابيد يوريس تيست، اللي هو اسمه كلو تيست، شرايط كده، وناخد عينه يقول لك انا بعتها بتاع هيستوباثولوجي وانا غيره، حاجه كويكلي كده، شريط موجود معايا، يغير ورقه عباد الشمس ويحولها لي للون القرمزي. اول ما يغيرها ويحولها للون القرمزي اقول عليه ان هو ايه، طلع نشادر، والنشادر دي مش هتطلع، اللي هي الامونيا يعني، هي والسي او 2، غير لو كان في يوريز اشتغل على اليوريا وحولها الامونيا. تمام. ويبقى كده ايه، دي تيست بسيط جدا. الكالتشر دكتور متقدمه. معلش، اه اتفضلي يا دكتور. هو اليوريستس ده حضرتك بتقول بناخد عينة، هي العينة دي ايه؟ اللي هي بتبقى حاجة من الجاستريك فلويد يعني ولا ايه؟ من الجاستريك ميكوزا بتاخدي عينة من معدتها، تفتح الفورسيبس كده وانتي بالمنظار، يعني زي بايوبسي كده؟ بايوبسي، تاخدي بايوبسي وتطلعيها، وبدل ما تبعتيها لبتاع الهيستوباثولوجي تحطيها على الشرايط الموجودة معاكي. تمام يا دكتور. طيب دلوقتي ايه، كالتشر مش اوف ذا اورجانيزم الاوت طبعا انك انت تشوفي الانتيبيوتيك سنسيتيفيتي، لا سيما انك انت لاقيه الموضوع صعب او العيان مش راضي يستجيب. بصراحه ما حدش بيلجأ للكالتشر غير لو العيان خد مره واثنين وثلاثه من الانتيبيوتكس، هم انواع مختلفه ومش مستجيب. طيب الهيستوباثولوجي سهل جدا، نبعته لبتاع الهيستوباثولوجي وهو يقول لنا اذا كان في اتش بايلوري شافها قدامه ولا لا، لو شافها هيقول لنا ان هو شافها، ما شافهاش خلاص. بي سي ار طبعا السبيسيفيستي بتاعته السنسيتيفيتي عاليه، لكن للاسف فيري كوستد ان احنا نستخدم بي سي ار فور اتش بايلوري. بناخد العينه وبدل ما نبعتها لبتوع لبتوع الهيستوباثولوجي نبعتها لبتوع المايكرو، نقول لهم اعملوا بي سي ار ليها. تمام. يوريا بيست تيست، ودي بتعتمد على اليوريا. تمام. اليوريا بيدخل يوريا للعيان ويشوف الامونيا الموجوده، طبعا لو في يوريس تيست هيحول اليوريا دي لامونيا، وهيستنشق العيان حاجه كده، وبعد كده يردها تاني. اللي بيرده ده بقى فيه كربون مشع، لان هو اليوريا اللي كان عطاها له دي فيها كربون مشع، فاول ما يلاقيها طلع ايزوتوب سي او 2 يعني هواء فيه ثاني اكسيد الكربون متحمل على كربونه مشعه سي 3، فيقول العيان ده عنده وش اتش بايلوري. ده منظر تاني لليوريا بريس تيست والقصه بتاعتها. طيب سيرولوجي، احنا قلنا احنا ان اكسبنسيف، بس هو مشكلته ان هو نون سبيسيفيك شويه، وهاي تيتر بتاعه ممكن يقول لك ان في اكتيف كولونايزيشن موجود. الاتش بايلوري انتيجين وهي الاحسن، وهي اللي احنا بنعملها وبنقول اذا كان عنده اتش بايلوري ولا، السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي بتاعهم هما الاثنين عاليين. طيب هو شود بي تريت، هواي وي شود تو تريت، ليه احنا محتاجين؟ عايزين ألسر هيلينج، وعايزين نقلل من الريسك اوف ريكرنس والريسك اوف كومبليكيشن، ونعمل ريجريشن ونمنع حدوث ريجريشن اوف، يعني نعمل ريجريشن للمالتي لينفوما حدوثها يعني، ونقلل من فرص حدوث الديسبيبسيا او الديسبليزيا كمان ممكن تحصل، والجاستريك كانسر. طيب ايه الموداليتي اوف تريتمنت لو سمحت في ايجاز؟ لا مش في إيجاز، ده أنا لازم بعد كل الكلام اللي احنا اتكلمناه نقول بالتفاصيل، يعني تشرح لنا بالتفصيل ايه اللي هيتاخد. قال لك ببساطة عندي حاجة اسمها كلوريثروميسين تريبل سيرابي أو بيزد سيرابي، وده يتكون من ثلاث حاجات، بي بي أي وكلوريثروميسين وأوكسوسيلين. بتديهم ازاي يعني؟ بديهم لمدة 14 يوم. البي بي اي ممكن اديله الستاندر او دبل دوز. تمام. دي حاجة، وبنديها ساعات توايس تيل، يعني ممكن تدي 20 مللي جرام، ممكن تديها مرتين، او ممكن تدي دبل دوز. طيب دي حاجة. الحاجة التانية بندي كلوريثروميسين 500 مللي جرام، وبندي الاموكساسيلين او الميتروبدازول. خلي بالكم يا جماعه، وفي نقطه مهمه جدا للاسف بتغيب حتى عن الدكاتره، وللاسف برضو في بعض الحاجات كده ايه هقول لكم عليها لما نوصل، انها في بعض الناس بيبقى عندها ثقه زياده عن اللزوم، ودي مش صح. يعني كويس ان يبقى عندك ثقه، لكن ما تخليش الثقه دي تزداد زياده عن اللزوم لدرجه ان يخليك تخطرف. تمام. طيب ايه بقى الشاهد بتاع الموضوع ده؟ يعني مثلا ممكن تكتب روشتة للعيان، فتفاجأ ان الدكتور الصيدلي مثلا وده زميلنا راح قال له لا ده مش هو ده العلاج الثلاثي. العلاج الثلاثي انك تاخد بي بي اي
وتاخد اموكسيسيلين وتاخد ميترونيدازول. طيب انا دلوقتي كتاب الاحياء الزماني اللي انت ذاكرت منه يعني انت ابديتنج بالجايد لاينز؟ مش ابديتنج بالجايد لاينز، يبقى لو انت مش ابديتنج بالجايد لاينز قول له ما اعرفش، مش مشكله خالص. لكن تقول له الكلام اللي انت المكتوب لك في روشته غلط. كلوروثرومايسين يا جماعه لازم مانداتوري، اسمها كلوروثرومايسين تريبل ثيرابي، بي بي اي كلوروثرومايسين، والاختيار عندك في الاموكساسيلين او الميترونيدازول. خلاص اقولها تاني، اقولها تاني يا شباب، ايوه يا دكتور معلش عشان النت كان فاصل. اسمها كلوروثرومايسين تريبل ثيرابي، يعني العلاج المعتمد، العلاج الثلاثي المعتمد على الكلوريثرومايسين. تمام، بي بي اي كلوريثرومايسين ده اساسي، واموكساسيلين او ميترونيدازول. خلاص تمام. طيب البيزماس كوادرابول ثيرابي، انك تستخدم بي بي اي، تستخدم معاه بيزماس، تستخدم معاه تتراسايكلين، تستخدم معاه ميترونيدازول. مشكلتنا سوء حظنا ان احنا ما عندناش مين، عندناش مين؟ البزموس البيزموس بالظبط. فبالتالي الريجمين ده يعتبر فيلد معانا. طيب كونكوميتانت ثيرابي، كونكوميتانت ثيرابي يا ولاد يعني ايه؟ التتابعي. تمام، التتابعي يعني هتتابع شويه، هتديله بي بي اي وكلوريثرومايسين واموكساسيلين وحاجه اسمها نيتروميدازول. خلاص تمام، كونكوميتنت، اسف كونكوميتنت مش تتابعي، اللي جاي مع بعضه السيكوينشال هو التتابعي، يعني كونكوميتنت كله مع بعضه. فانت كانك عطيته اربع تنويع، بدل ما تديله ثلاث تنويع عطيته اربع تنويع، بي بي اي كلوروثرومايسين واموكساسيلين ونيتروميدازول. ايه المشكله بتاعت الريجمن ده؟ يكون الدروك دروك انتر اكشن؟ لا، ان هو يا دكتوره اسراء ان هو نيتروميدازول مش مترونيدازول، انت واخده بالك؟ ده مترونيدازول، ده نيتروميدازول. حد يعرف في السوق المصري حاجه اسمها نيتروميدازول موجوده؟ حد عنده نيتروميدازول في الصيدليه؟ حد سمع عنه؟ حد شافه ماشي معدي في اي شارع؟ يا دكاترة لو سمحت ردوا يا جماعة، انا ما شفتوش يا دكتور عن نفسي. هو مش لا يا موجود، مش موجود، لا مش موجود. فعشان كده كونكوميتنت فشل كمان معانا، مش هينفع نستخدمه. طيب خلينا نخط، ناخد اللي بعده، السيكوينشال بي بي اي بلس اموكساسيلين. تمام معايا كده؟ ده اسمه سيكوينشال تتابع يا دكتوره، هتديه لمده 5 ل7 ايام. خلاص؟ عشان عيان ما يشتكيلكيش من العلاج كتير، وفي الخمس سبع ايام الجايين هيستخدم بي بي اي وكلوروثرومايسين ونيتروميدازول. مشكلة الريجمنت ده ايه؟ ان برضه في نيتروميدازول اللي هو مش موجود عندنا. فقال لك طب ما نعمل حاجة اسمها هايبريد. هايبريد يعني ايه؟ بي بي اي واموكساسيلين، وترجع بعد كده تديه بي بي اي واموكساسيلين وكلوروثرومايسين ونيتروميدازول. ما هو اساسا نيتروميدازول مش موجود. طيب يبقى ده برضه مش موجود معانا. يعني انت من كل اللي فات ده الوحيد اللي موجود معانا متاح اللي هو الكلوروثرومايسين. قال لك وكمان في حاجه ثانيه اسمها ليفوفلوكساسين تريبل سيرم. ودي المشكله الثانيه، انك تروح كاتب للعيان، تروح كاتب للعيان ايه؟ بي بي اي وليفوفلوكساسين خلاص واموكساسيلين، والاموكساسيلين 1 جرام ولازم يتعطي قد ايه؟ مرتين في اليوم. تمام، فتلاقيه راح جاي لك العيان بعد كده ويقول لك يا دكتور، الدكتور الصيدلي ما رضيش يصرف لي برضه العلاج. طب ليه خير؟ قال لي لا انا ما بصرفش حاجه غلط. طب ايه الحاجة الغلط في الموضوع؟ يقول لك قال لي ازاي يديك مضادين حيويين في بتاع ده في روشتة واحدة، دول هيهبطوك، اموكساسيلين وليفوفلوكساسين. طب انا اقول ايه؟ اقول ايه انا بقى؟
دكتورة، دكتورة دينا، ايوه يا دكتور. قولي ايه في حاجة زي كده؟ هو ده تبع كاتيجوري وده تبع كاتيجوري تانية خالص في المضادات. هو تابع كتير، وبعد كده برضو يعني خلي بالك، ما هو يسأله هو الدكتور كاتب لك مضاد، ده هو عايز يستعلم على حاجة. ايه كنت بقول لكم ايه يا جماعة؟ كنت بقول لكم ان هو يضاف الليفو، يضاف الليفو مع الاموكسيسيل. يسأل مثلا عيان ممكن يقول له ده ليفو فلوكساسين بيزنس تربل سيرابي، خلاص يعرفه يعني. لكن قصدي ما تعترضش على حاجه، لانه ممكن تكون ايه ليها يعني، ليها قواعد. ليفو فلوكساسين سيكوينشال سيرابي، انك تدي بي بي اي ومعاه اموكسيسيلين، وبعد كده فولود باي ده لمده 5 ل 7 ايام، وبعد كده تدي بي بي اي اموكسيسيلين ليفو فلوكساسين نترو ميدازول، خلاص. آخر حاجة إنك ممكن تدي ليوفلوكساسين بي بي آي نيترونيدازول، وممكن تدي معاهم كمان دوكساسايكلين اللي هو 100 مللي جرام. طيب يعني من كل الريجمنتس دول أتوقع إن هم أنسب 2 لينا، اللي هو كلورثوميسين بيست سيرابي وليفوفلوكساسين بيست سيرابي. فهمتوا حاجة؟ دكتور بعد إذنك، هي الريجيمين ده يعني هي اوبشنز او انا قدامي كذا اوبشن، ولا هم لازم يتاخدوا ورا بعض لان في سيكوينشال كذا مرة، ولا انا فاهمة غلط؟ مش يعني، معلش تاني قولي كده. هي يعني دي اوبشنز يعني دي اوبشنز للتريتمنت، بس انت لازم تبقي ماشيه ستيب وايز، يعني تبتدي الاول بالكلوروسومايسين، وحاليا الكلوروسومايسين الريزيستنت ريت بتاعه عالي، هو والميتوندازول وصلت مثلا 49% و39، ارقام جامده معايا. أو ففي الحاله دي مثلا حضرتك كمان شويه، ما لقيت العيان مش مستجيب على الكلوروسومايسين تقلبيه على الليفو، او هو جالك من البدايه قال لك انا خدت الكلوسوماسين بيز، خدت مثلا ترايكلور اللي هو اشهر حاجه، تمام، وبعد كده مفيش ريسبونس، تقولي له خلاص خد بقى الليفو. وبعد كده هبدأ اخد السيكوينشن بتاع كل واحد، يعني مثلا بتاع الكاريسترو هاخد اللي هو السيكوينشن. ممكن تاخديهم، بس هو في مشكله تاني كنا بنقولها واحنا بنشرح من شويه دكتوره اميره، ان هو حضرتك البيزماس مش موجود عندنا، لا والريجمنت مش بتكلم على ده، انا بتكلم على كونكوميتانت مثلا في نيتروميدازول، السيكوينشال برضه هتلاقي فيه نيتروميدازول، فدي مشكله. ممكن تعملي زي ما بعض الناس بتعمل، تقول لك خلاص اديله بي بي اي واموكسيسيلين، وبي بي اي واموكسيسيلين ونيتروميدازول مكان نيتروميدازول، لكن هو برضه it is out of guidelines، يعني ايه دي برضه مش يعني حاجه بتتعمل، بس هي out of guidelines. السيكوينشال ليفو حتى مع برضه في نيتروميدازول، فمشكله النيتروميدازول او البيزموس لان هيخلي باقي الريجيمنز الموجوده عندك مش نافعه انك تستخدم. اتفضلي. طب دكتور، اتفضلي. فيه الناس مثلا دلوقتي في روشتات استبدلت الكلاريسرومايسين بالموكسيفلوكساسين، ده حاجة كويسة ولا لأ؟ استبدلت ايه؟ الكلاريسرو بالموكسيفلوكساسين، يعني ما بقوش يكتبوا كلاريسرومايسين. انت لو فتحتي على النت كده وكتبتي، احنا في بيبر انا نشرها، اسمها موكسيفلوكساسيل، موكسيفلوكساسين فيرسس ليفوفلوكساسين او فيرسس ستاندر ريجمين ان الريديكيشن اوف اتش بايلوري، لو فتحتيها على النت ممكن تلاقيها بيبر انا نشرها عن الموضوع ده. ودي حاجه من الحاجات فعلا اللي احنا بنشوفها، ان مجموعه الموكسيفلوكساسيل، بس تعتبر دي لسه ايه برضه بيبر يا دكتور، انا كتبت الكلام ده يعني احنا نشرناه، لكن في الاول وفي الاخر هتظل ايه بيبر بيبر مش جايد لاينز. أنا بدأت أشوفها تكتب دلوقتي. ايوه هي فعلا، يعني فعلا، وفي ناس كتيره برضو يعني ويز هذه السيري، بس طبعا دي بتيجي ايه بالاكسبيرينس بعد فتره، وتعملي لما تعملي استادي وتلاقي ان الامور ماشيه معاكي كما انت ايه شايف. تمام يا دكتور. خليكم كده معايا، حاول يعني احنا بعد دخل ثانية واحدة كده انا هوريكم كده نعمل ايه بالظبط.
ده مثلا على سبيل المثال وانا بتكلم معاكم دلوقتي، طب ما انتوا شايفين الشاشة، شايفين الشاشة يا جماعة بتاعت النت، ايوه يا دكتور تمام. موكسي فلوكسيسيلين بيز تريبل ثيرابي از الترناتيف تو ستاندرد ثيرابي ان اتش بايلوري ايرادكيشن، صح؟ شايفينها دي؟ ايوه يا دكتور. اه، وهتلاقوا كده مكتوب محمد حسين احمد شريف عبد السلام، ده طنطا معانا، وآية محروس دكتورة آية اللي معانا في البتاع ده، عاملين منشورة في الجورنال انتي انفكتيف ايجنت، تمام، انتي انفكتيف ايجنت ميديكال كيمستري، دي موجودة على النت، يعني أي حد هيكتب العنوان أنا جايبها من الجوجل على طول، موكسي فلوكسيسيلين بيزد ثيرابي ألترناتيف ثيرابي. يعني هي دلوقتي يا دكتور ممكن يستبدل الكلاريسومايسين فعلا ويخش في الجايد لاينز. ما رأينا ده لسه لما بقى هم يكتبوا في الجايد لاينز هقول لك ساعتها، تمام طيب تمام ماشي. نكمل، احنا وصلنا لفين بقى؟ نقفل ده، نقفل الحاجات دي كلها، احنا فهمنا حاجة النهاردة؟ معايا كده، انتوا شايفين الشاشة الأساسية كده؟ أيوة يا شباب، دكتور دي رجعت الشاشة الأساسية صح؟ طيب خلاص، هي ده الواتساب مش البي دي اف، ده إيه؟ الواتساب مش البي دي اف، واتساب إيه؟ الشاشة اللي مفتوحة دلوقتي. والله واتساب ايه؟ أيوة طب كده ايه؟ لا المفتوح، لسه برضه. طب كده ايه لسه برضه. لسه برضه. ممكن بقى حضرتك تعمل شير سكرين. ما انا عامل والله شير سكرين، طيب بصوا يا جماعة كده، يعني هو النهاردة كده احنا كده خلصنا الموضوع الأساسي اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو الاتش بايلوري، وشفنا تقريبا كل الحاجات اللي احنا عايزين نشوفها، تمام، تمام يا دكتور. وأتمنى إنكم تكونوا استفدتوا حاجة وطلعتوا بمعلومة من الكلام اللي احنا شرحناه.